مزيد من التوافق السياسي وشراكات اقتصادية جديدة ومستوى أعلى من التعاون الأمني. تلك هي أبرز ملامح ما أسفرت عنه الزيارة إلى لندن التي أجراها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على مدار الثلاثة أيام الماضية. أعتقد أنه شيء رائع أن يأتي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى لندن، وأعتقد أن علينا أن نرحب به ترحيبا حارا، لأنه يعتبر مبعوث الجيل الجديد في المملكة العربية السعودية، وسيصبح رجلا مهما ومؤثرا في مستقبل المملكة ومستقبل الشرق الأوسط لسنوات مقبلة، وأتمنى له التوفيق في المستقبل. سياسيا هو وقت صعب في الشرق الأوسط، ويبدو صراع دامي في كل من سوريا واليمن وليبيا، والعراق لم يستقر بعد، وأنا أشعر بسعادة حين أرى أمير السعودية يرحب بالزعيم العراقي مقتدى الصدر في المملكة، لأن الحوار الحضاري مطلوب. الزيارة شملت في جدول أعمالها العديد من اللقاءات المهمة والحيوية مع المسؤولين البريطانيين، لعل آخرها كان لقاء وزير الدفاع البريطاني ولقاء مجموعة من البرلمانيين البريطانيين أيضا. على المستوى السياسي، ساهمت الزيارة في تقريب وجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا الساخنة المطروحة على الساحة، كالوضع في اليمن وسوريا والعراق، وكذلك توحيد المواقف فيما يتعلق بالتدخل الإيراني السافر في المنطقة لزعزعة الاستقرار. وعلى المستوى الاقتصادي، تم توقيع العديد من اتفاقيات التعاون في مجالات التعليم والأمن ومجالات أخرى، فضلا عن الصفقات التجارية التي رحبت بها بريطانيا وفقا لرؤية 2030، وهي صفقات متبادلة تتم على مدار السنوات العشر المقبلة، ويقدرها دبلوماسيون بريطانيون بمبلغ 100 مليار دولار. نستطيع أن نقول أن هذه الزيارة أتت أكلها، وأن الطرفين خرجا من هذه الزيارة بمكاسب جمة. المملكة العربية السعودية خرجت بمكاسب كبيرة، الزيارة كانت ناجحة بدرجة عالية وكبيرة من حيث العلاقات العامة، ومن حيث الظهور الإعلامي، وأيضا من حيث الصفقات وتوضيح وجهة نظر المملكة وعلاقاتها الخارجية سواء بالمملكة المتحدة أو بالإقليم. المملكة المتحدة هنا بريطانيا استفادت كثيرا من هذه الزيارة. وبرغم أن مدة الزيارة لم تتعدى 3 أيام، إلا أن النتائج التي تحققت كانت كبيرة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، وفتحت آفاقا جديدة في العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين. حفاوة الاستقبال والترحيب بسمو الأمير والوفد المرافق له منذ بداية الزيارة كانت مؤشرا واضحا على نجاح الزيارة وتحقيق نتائج إيجابية كبيرة. للأخبار، محسن حسني، لندن.